لذلك احنا وصلنا هسه الى نقطه مسدود. انا يعني خلي اذا يسمعون قسم من الاخوه الاطار، يعني انا اشوف صعوبه نمضي باي حكومه بدون ذعر صدري. هاي مو بس رؤيتي، هاي رؤيه الشارع. اقول لك انا ما شارك، لا يبقون يلحون عليه. خلي تجي حكومه مستقله، ما يشارك التيار ولا يشارك الاطار. ها اكو نقطه مهمه، اكو نقطه مهمه مقبوله من الجميع، هذه مساله. استاذ كريم اكو نقطه مهمه، التيار يبدو احنا نتكلم ويا قياده التيار والإطار، التيار راضين رفض تماما اي رئيس وزراء متعذب، نقطه راس سطر.